contaminé par la belle-mère, qui est hospitalisée aussi à l'hôpital du Valar. Moi, je suis à la polyclinique CNSS Zeraouia Casablanca, boulevard Zeraouia Casablanca. Donc, la Hikaya, depuis le début du confinement, je me suis confiné à وتوقفت الدراسة من نهار تم الإعلان عن توقيف الدراسة في جميع المدارس ديال البلاد. حتى أنا هذيك الساعة خديت لا ديسيزيون، خديت القرار ديال أنني نوقف الاشتغال ونخضع للحجر الصحي مع وليداتي ومع عائلتي. كيفاش تكونتاميني؟ داكوغ، دونك نخضعت للحجر الصحي، جلست في داري بوندون 10 جوغ، 10 ايام وانا في داري، يعني ما كنتحركش فريمون، ما كنخرجش شي. خرجت فرق 10 ايام وكاين مره مشينا قضينا شي حاجه ورجعنا اكوتي فريمون اكوتي لا ميزون، يعني سوبر مارشي ميم با 300 متر، مشينا قضينا مشغلتنا ورجعنا. واحد النهار من 26 عيط لي الاخ ديالي الصغير، قال لي راه الوالد عندنا راه مريض. قلت له شنو عنده؟ قال لي راه عنده لا تمبيراتور، راه صافي 3 ولا 4 جوغ دابا تتشو. ما علينا، دونك ديتو لا كلينيك، لو ميدسان دار له ان سكانر بلمونير، دار له ان سكانر لي بومون ديالو، اي سي تافيري كي افي دي ليزيون بلمونير، يعني دي ليزيون بلمونير. قال لي راه 90% راه الى كونتراكتي لو كورونا. المهم توفى، قدر الله ما شاء فعل، توفى الله يرحمه. انا دفنتو، عيطت للمندوب ديال الصحه ديال عين السباحي محمدي، شكرا اسي المندوب وتحية عليك. قال لي راه خصك تمشي دير لو تيست افيك يعني تي فخيغ اي سور، الناس اللي كانوا كونتاكت بيرمانون افيك لو ديفان، مع الوالد الله يرحمه. داكشي اللي درنا، ويعني اونتخ بارونتيز، يعني بين قوسين، انا فاش مشيت باش ندير لو تيست بي سي ار، مشيت او مود سوتيان لخوتي، يعني فراسي انا ما يمكنش تقيسني، باسكو انا جيتي با ان كونتاكت مع الوالد بزاف، لانه هو ساكن في دارو، انا ساكن بعيد على داري. والنهار اللي جيت كنت شحال شي اسبوع ما شفتوش، وجيت غير نهار ديتو لا كلينيك مسكين، قدر الله انه داو للسبيطار. دونك وي يافي بلو دو كونتاكت ديريكت افيك 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 لي. دونك بالنسبه لي انا مشيت غير على قبل خوتي باش نشجعهم باش يمشيو يديروا لو تيست بي سي ار، باش ما يقولوش حق لا ما نمشيش انايا، لاش غنمشي لا انا صحيح. بون مشيت بور لي زونكوراجي، مشينا لي ريزولتا خرجوا. Le seul qui est contaminé, c'est qui? C'est moi. Donc, un an wahid, les qui sont contaminés, on est une fratrie de 6 de six personnes. Il y a 6 tests. Le seul qui était contaminé, c'est Abdurrabbi, c'est Anaya. Positif, à Sidi, marhaba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un mendoub de la santé de l'Aïn Sibahi Mohamadi, il y a un mendoub de la santé l'hôpital. انا راه جو بريفير اني ريستي شي موا مي كونفيني، نبقى في الحجر الصحي، نسد عليا ما ولادي راه ما يطلعوش عندي، وناخد الدواء ديالي في داري. قال لي لا لا ما يمكنش، كاينين دي كومبليكاسيون، حنا دابا راه عندنا ان بروتوكول ديال الدواء اللي متبعه وزاره الصحه، ضروري ولدي تمشي. قلت له امين كون بون سيتويان، قلت له امين. جات الوقايه المدنيه الله يجازيهم بخير، هزوني جابوني دونك المستشفى ديال البوليكلينيك سينيستيس الزراوي. انا اليوم دابا رانا كن يعني في المستشفى، كان الحمد لله كان ناخذ العلاجات ديالي كما قلت في الفيديوهات اللي قبل، كلشي الحمد لله في امان الله وحفظه. سا سباس تري بيان، لو ستاف لي تري فايون، تري جونتي، تري اتونسيوني، تري اليكوت، كيسولو فينا كل مرة خصك شي حاجة. فرشمو يعني جيتي سوربري، سانسيرمون جيتي سوربري. الميساج كيما قلت لي اللي بغيت ندوز للاخوان ديالنا وهو هذا، هو انني انا بقيت مكونفيني 10 ايام، ما خرجتش من النهار. خرجت تقريبا واحد المدة ديال الاسبوع اللي دوزها الوالد في لوبيتال قبل من الموت ديالو الله يرحمه، من الوفاة ديالو. في هذيك الاسبوع خديت انا لو فيروس، خديته. دونك لو كان ما خرجش شي من داري وكل ما وقع شي، بيان سور اللي وقع الوالد الله يرحمه وما خرجش من داري، واش كنت غنتكونتامينا؟ نو بيان سور كو نو. علاش؟ لان تو مينيميز لي شونس انك تكونتامينا، جالس في دارك
مع وليداتك تلفازتك قم قبل شغالاتك ما يكونش تكونتاميرا. فرسالة هذه كنوجه رسالة للمغاربة وسيرتو الشباب. انا كنظن ان الرسالة خاصها توجه بزاف للشباب لا ترونش داج ديال 14 ans 15 ans حتى ل 30 ans ميم جيكزاجير ان تي بو 30 ans باسكو 30 ans بنادم راه ولا كيستوعب يعني الخطاب اللي كيتبعت له. دونك هذه هي الغرفة اللي انا فيها الحمد لله هي تو سكي فو كاين كل شيء اللهم لك الحمد اللهم الحمد كاين كل شيء يعني كاين جهاز التلفاز كاين فين تجلس كاين فين تصلي لي الحمد لله يسون كونفورتابل جابوا لنا دي كوفردي اللي انا ما استعملتوش لان ما عنديش حاجه يعني بصراحه الله لان كاين لي كوفرتور طون لي كوفرتور بالنسبه لتو سكي بوف ف يعني العائلات ما كيجيبوا لنا والو يعني عائلتنا ما كيجيبوا لنا حتى شي حاجه الحمد لله on est fourni par l'hôpital les plats ils sont très conséquents très variés donc un grand merci الناس اللي صاروا على هادشي وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس الله يرحمه ويعطيه صحته حتى هو.